فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم إذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتي بيعتين في بيعة؟ ما الحكم إذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتين وهما بيعتين في بيعة وتلقي الركبان؟ ما يجوز هذا، الرسول ينهى عنه ويحرمه، وأن تقول لا أنا راضي بهذا، ما يجوز أنك ترضى بشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.